غنعاود لك واحد واحد الحاجه اللي وقعت لي انا. بصرف ان الانسان في حياته كيحتاج دائما الناس وخصو يكون كيعرف يتصنت. واحد الطريقه فاش تفكرت على العيد هي كنت كتعاود لي بان انت يا خوتك مجموعين في هذيك الدويره في العكاري وانتم بسبعه بكم وما عندكم فين تحطوا الحاوله كنتوا كتبيتوها معاكم في الدار كنا كنربطوه مع الرجل ديال السداري ولكن بقوه ما كتولفوه كيعيش معاكم وكل شيء ملي كيجي هذاك النهار باش صافي كيجي العيد خصكم تذبحوه بالبكا كتجينا صعيب نذبحها بصراحه شنو كتولفوه ولا شنو كتولفوه لانه شريتي 4 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام قبل العيد كيولي في بارتي ديالك فهمتي كاين واحد في خوتي اللي كينعس حداه فهمتي فرحان به كيدير ليه هكذا كاين اللي كيدير له الحنه والوالدينا كيعلمونا هاد الحوايج كدير كمي كتمشي دير له الحنه هنايا قبل ما نذبحوه كنعطيو الملحه وهذيك التشهد وهذا الشيء كتولي كتولفو اي بور بيرسبكتيف ديال الجينيراسيون ديالي زعما مثلا حيتاش دابا ولا كلشي دابا عنده التليفون كدا مثلا كاين حولي اوكي كاين حولي كترجع التليفون ديالك كتبقى تسام انتوما شحال هادي كنتو عندكم حولي دونك عندكم واحد الحاجه جديده كتخلق لكم ديروا في الدار دونك كتبقاو دوزوا معاه الوقت كتبقى تولفوه كتبقاو ديروا كتبقاو تلعبوا معاه كذا كديك الساعه بحال هذيك الحولي كيولي عندكم عندك 5 ايام داك الحولي الفه جيسبر كون وصلت لهذا الشيء لانه كانت انت باغي تهضر على الفرحه اللي كتكون عند الناس لانه تيلمون بساط هذاك الدخول هذاك الحولي عندنا وانا غنذبحو في العيد وغنفرحو به والحام وكذا وهذا كتكون فرحه كبيره عند الناس اليوم بزاف الناس لا يعني لهم شيء ربما هو شرى الحولي وحطوه في الكراج وغيتذبح ولادو ما هبطوش شافو بيغ كاين اللي كيمنع على ولادو ولا كاين اللي كيزم على ولادو يحضروا حدا يشوفوا الذبيحه لوغ كو واحد مولادو ولا بنتو ما كتبغيش تشوف كاين وهذه خصوصا ولات بلوس منتشره ولاو كي مابقاوش كاع باغيين يشوفوا لا الحولي كيتذبح هذاك خصك هذا عاد تقطعوا هذا الشيء هذا كاين ولا عاد زيد عليك وناقشنا هذاك النهار مزيان نعاودوها انه من بعد هذا الحجر كاين اللي قال لكم بدي يكون يحيدوا عنا العيد كان يصعب اننا نحيدوا العيد دابور الناس محتاجه تفرح لانه كان عندهم بزاف ديال الضغوطات هذا العام كان عام تري سبيسيال ربما من دابا ب 100 عام غيبقى يتذكر هذا غيبقى يكون هاد 6 شهور ولا 5 شهور اللي دوزنا ونتمنى تحبس هنا غتبقى مذكوره في التاريخ عند الناس غيبدا بحال اللي حنا كنا كنقولوا عام البون ولا عام الطاعون ولا هذا غيبدا يقولوا عام كورونا دونك الناس محتاجين ان وفي نفس الوقت الفلاح اللي هو المصدر الوحيد ديالو من غير هذاك الزريع وهذا وكاين اللي كيدير غير البهايم وهذا الشيء الا وقفنا هذا الشيء هذوك الحواله وهذا الشيء عرفتي الكارثه اللي غتكون عنده لذلك الله يحسن العوان الله يحسن العوان الفلاح والله يحسن العوان الموظف اللي كيقول لك اودي ما نشريش هذا العيد حسن ليا لانه صعيب عليا شحال من واحد عانى شحال من واحد ما دخلش كاع واحد القدر ديال الفلوس اللي غادي يسمح له باش هذا ياخذ الحولي بزاف كيتشكم هذه القضيه وبزاف عانوا وهو اللي جينا نشوفه ولدي الانسان كيعاني كله الا ما عاناش هو مفروض عليه هذه المعاناه بحال هذه كيعاني لانه كيزم حوايج في شي حوايج صعابين عليه كيشري تليفون غلى منه كيمشي يدوز عطله هو ما قادرش على هذيك العطله وكتقاملو كثير كيدير دي زاكسيدون كتقاملو صعيبه كترالو مرض الله يستر في شي واحد في لا فامي وكيصرف عليه بزاف بحال الكونسير بحال راه واقع حتى حنا وهذا فالانسان دائما هو كيجاهد وله الاجر في ذلك. انا متفق معك نبغي نقول لك واحد ياك دابا الدين ديالنا كيبقى يقول بان الا ما زعما الا ما عندناش باش ناخذ الحولي اذا انت قول انت تعطي في الدين ولدي الدين من غير الشهاده الصوم اذا كنتي مريض راه ما كتصومش اذا كنتي مسافر ما كتصومش وكترد من بعد الا كنتي نفيسه عندك رخصة كل واحد الحج لمن استطاع إليه سبيلا فهمتي بمعنى راه ربي سبحانه وتعالى بغينا اليسر مين بغينا نهضر معاك أنا بالضبط اللي بغينا نركز عليه هو كاين شحال من الرجال اللي عندهم عائلة ديالهم وغادي يحسوا بواحد النقص رهيب إلا ما دخلوش كاع للدار وعند معاهم الحولي بحالهم بحال الناس الآخرين غادي يحسوا بانهم بحال شي حاجه ناقصه عندهم بحال هما ينسون با ماشي رجال بحال هذا عندهم واحد النقص شوف اولدي وهكذا تهضر على النقطه هذه حيتاش شوف اولدي واش
واش هاد الرجال عندهم الحق؟ نقول لك لا ما عندهمش الحق. إذا كان هو رجل ورب أسرة خصو يقنع العائلة دياله بالظروف، لأنه ما خطأ لكان كيكذب عليهم كيتحرز، ولكن إلا كان واقعي مع وليداته كيقول لهم فوالا وليداتي الظروف ديالنا، وكيتعلموا يصيروا بوندون العام كامل، وتا الولاد كيشاركوا، لأنه راه كنتو كتشاركوا بزاف ديال الحوايج. حتى حنا بدينا من الصفر، كنا بزاف الحوايج ما كنقدروش نديروها، ولكن ملي كتطلب لي واحد الحاجه كنقول لك لا راه تابعني ولدي المدرسه راه كيخصني عرفتي شحال نخلص عليك في العام بزاف، دونك كضطر حتى انت دير التنازلات. الانسان بابا بغيت هاد السبرديله ب 1000 ولا 2000 درهم ما نقدرش ولدي شنو تابعني، لانه ولا كنت واضح مع وليداتي غادي يقدروا يفهموا، ولا ما كانوش كيفهموا راه مشكل، راه سافي دير راه انا عندي شي خلل في التكوين ولا في التربيه ديالهم. ما كنبغيش نكون قاسي ولا نعطي احكام، ولكن الله يحسن العوان. وهذا الشيء كيتعاون عليه الرجل والمراه، ما خصش المراه تجرم جهه وتقول له بهدلتينا في وسط الحومه وهذا الشيء، وهو في نفس الوقت يقدر يدير مجهود اللي يقدر عليه على حسب المستطاع. ما كانش واش الانسان يسرق ام احسن، غايقول له واش يرضيكم انني وليداتي نسرق باش نذبحوا هذا العيد، انا بغيت ندير قربان لله سبحانه وتعالى، وغادي نولدي سارق باش ندير على عيني الناس، هو راه قربان. بمعنى كنقول الله سبحانه وتعالى يا ربي كنحمدك ونشكرك حتى على هذاك الفقر اللي انا عايش فيه، ولكن بدل الفقر كندور كنلقى صحيحتي وقلبي خدام وما فيهش كورسير، وليداتي صحاح وعندهم بزاف الحوايج. هذيك النعمه، لانه النعمه راه لا تقدر، ما هي ماشي هي غير فلوس، هي بزاف ديال الحوايج، منهم نعمه الصحه، منهم نعمه الوقت اللي عندك، نعمه العقل، نعمه العائله، نعمه السكينه، نعمه الامان اللي كيشعر به الانسان. هادو كلهم ولدي هما الا صرفتيهم سكوت تخشر، لأنه أنا ما عنديش صحة وأنت عندك صحة، أنا عندي دابا في الكونت ديالي ديال فريد 40 مليون ما كايناش، المهم باش نأكد راه ما كايناش، لا ديال فريد أنا الحاج عمر ما شنو عندي 40 مليون وأنت عندك غير واحد 5000 درهم. إذا جينا نشوفوا شكون اللي عنده راه يمكن عندنا بحال حيت انا باش هاد الصحه اللي ناقصه عندي وهذا القلب اللي كي مارش با راه يمكن سافا كوتي بوكو بلو شير باش نولي بحالك. دونك كلشي عنده علاقه مع البيرسبكتيف، كيفاش انت عندك هذيك النظره للحياه، كيفاش تشوف الاول، الا بغيتي تشوف الكحل راه اسهل حاجه هي تشوف هذا الكحل، انا ما عنديش الزهر، انا ما يمكن لياش، وانا ما فاشل وانا كذا، دي اسهل حاجه. حيت خصنا نربيكم ربي وليداتنا على اساس ماشي الورقه ديال الفلوس هي الفلوس، ماشي هي المال، ماشي هي الغنى، كل حاجه تعتبر غنى، كمشاه ديال التراب هي تعتبر غنى، تعتبر شي حاجه عندك بقيعه ديال التراب قدها قداش عندك. عندنا غير جريده صغيره وبعد ما كنديروا النعناع وكندير فيها مطيشه وكندير كتحس بالراحه اللي عندك. الغنى الغنى الحقيقي كيكون في الافكار، وهذه كنوافق معاك. حتى شحال مره كنمشي كنشوف الحمد لله الناس اللي فغون ميسر عليهم، عندهم فيلات وعندهم زعما، ولكن كتحس بان خاويه ما عايشينش، راهم ما عايشينش زعما عندهم هذيك، ولكن كيبقاو ما كتحسش كاع بهذاك الجو ديال العائله، هذاك الجو ديال السعاده. لعده اسباب كتلقى لانه كاين خلافات صحيحه واللي سببها الماديات، كاين خلافات صحيحه واللي سببها الوقت، لانه الراجل ما عاد فين كيمشي ولا المراه خدامه ما عاد فين كيمشي، والولاد مشتتين تربوا بواحد هذا عندهم مشاكل ما تحلوش، ولا بزاف ديال الامور اللي كيمكن وكتجي من ان الانسان شتي من الاغلاط اللي يمكن بزاف كيديروها كيكونوا تيسروا ويسر عليهم الله يزيدهم من عنده، وكيبغيو يديروا دار كيفكروا في دار كبيره في 600-800 متر مع في لابيسين شحال في هذا، ولكن الانسان ما كيفكرش الدوام. غنعاود لك واحد الحاجه اللي وقعت لي انا، باش تعرف ان الانسان في حياته كيحتاج دائما الناس، وخصو يكون كيعرف يتصنت، اللي ما كيتصنتش كيخلق مشاكل بزاف، وكاين بزاف الحفاري اللي كيكون يمكن له يتجنب الا قال له شي انه ما يطيحش فيها، الا قال له شي واحد عندك راه تما حفره، ولكن ما كانش كيتيق يا ما كيتيقش كما كيسمعش، كل ما يزيد خطوه غيطيح في شي حفره. وسورتو ملي كيكون الشتاء كيتغطاو الحفاير بالماء وانت انت ما كتبقى غير غادي وكتعفط ما كتدصش قبل ما تعفط. كان عندي واحد الحلم انني نشري انتيران كبير واحد النهار، وانا مشيت مع واحد الطبيب ولقيت سبحان الله في البلاصه اللي كنت كنحلم انني نكون فيها، مشيت مع لدارو
لقيتها قريب وانا نقول له وحنا داخلين الفيلا قلت له سبحان الله كتعرف الدكتور انني من الاحلام ديالي انني شي نهار تكون عندي هذه البقعه كبيره بحال هكا الارض حيت انا كنفكر عائله اسره كنفكر بزاف ديال الحويجات ويقول لي وياك راشي دير هذا الغلط قلت له علاش قال لي انا غادي نقول لك دخل معايا دخلنا تحل الكراج واحد السيد حنا الباب دخلنا كنشوف الجرده كبيره ولكن ما مصوباش مزيان قال لي شوف هذه الجرده شحال تقاتلت معها وشحال خصني من واحد دابا باش نقدر نصوب هاد الجردة زيد معايا زدنا قبل ما ندخلو الدار كنشوف واحد لابيسين خاوي ما فيه حتى شي واحد قال لي هاد لابيسين دابا هادي واحد 4 سنين هو خاوي علاش قال لي الا عمرتو لمن ومصاريف ديالو كل نهار ولادي انا مشاو للخارج واللي بنيت من اجلهم هاد الفيلا الكبيره 4 سنين من بعد كانوا كل واحد مشى شي قنت سهل عليهم الله مشاو يقراو بقيت انا والمراه دخلنا للفيلا كنلقاها خاليه في الشكل قال لي زيد معايا داني حدا واحد القنت في واحد الفوتوي الكوير ديالو بدا كيقدام وحده التلفازه فين شان فرونسيز قال لي ها البلاصه ديالي شتي هادشي كله ملي كنجيو لا لقيت الوقت كنجلس شي شويه هنا قبل ما نطلع الناس قال لي عندنا ليطاج كيخصنا 3 ولا 4 ديال العيالات اللي يحلوا الشراج من كل نهار باش تدخل الشمس قال لي ماشي انفستيسمون صحيح فكر ديما في المستقبل ما تكبرش ايه غيمكن تقول وي ودابا كنشريها في هذاك الوقت واحد الثمن ودابا يستثمرها ولكن اون بونس با كوم سا كتقول ان هذاك الشيء اللي بنيتي من اجله صعب عليك انك تحافظ عليه علاش انا نهار اللي جيتي مشيتي انت ومشى اخوك بقيت انا وابتسام جاتني ديبرسيون صعيبه منها بديت كنرسم حيت كندور موالف كنعيط لكم سليم ادم كنهبطو نفطرو كنتحاوروا كنتناقشوا واحد الجو زوين لقيت راسي انا وماماك ولا بعض المرات كتكون هي عيانه طونسيون عندها ولا هذا ولا كنلقى راسي انا لتحت بوحدي كنخدم هذاك لي تيكست ديالي ولكن تريست ما كاينش ولادي اللي درت هاد الدار كبيره ماشي كبيره بون 400 متر مي من اجل وليداتي انهم يكونوا معايا كندوز حدا بيتكم ما عمرنا كنسدوه بيوتكم كنخليهم محلولين حيت كنبغي تكون عندي هاد لامبريسيون كو كاين سليم راه مشى للمدرسه ماشي مشى للكليه مشى للمدرسه ويرجع كتبدا تخدم مع نفسك اشياء كنديروها وكنحلموا بها ولكن ماشي دائما كيخصنا نديروها كيخصنا نسولوا الناس اللي عندهم الخبره في هذاك الشيء ونعرفوا واش غنديروها ولا ما نديروها اوكي وفي نفس الوقت ناخذ بواحد النظره اخرى بيننا راه واحد المرحله جديده من حياتنا وراه ضروري خصنا ندوزوها باش حتى حنا نكتشفوا ذاتنا ونطوروا دراسنا وكل شيء راه ما مشينا زعما غير بعدنا عليك وصافي مشيت انا نكمل القرايه ديالي حتى ادم وحتى نتايا هاد الجلسه هادي ديالك بغيتك خلاتك كذا باش تكتشف مواهب اخرى اللي ما شاء الله انا بعدا تصدمت منهم اللي هي هذا الرسم وكل شيء ولكن انا في الظروف ديالي الحمد لله وليداتي قراو في المغرب لعده اسباب قراو في المغرب كاين اللي وليداتهم مشاو قراو برا وما رجعوش وهذاك الشيء كاع اللي بناه لقى راسو ما كيستثمروا حتى واحد لقى راسو كيعيش واحد الوحدانيه خطيره متعبه جدا لذلك الانسان يمشي بشويه بشويه اليوم انا فرحان انتم الحمد لله قريتوا رجعتوا كنتمنى كاع قبل ما منين تزوجوا ولا هذا الانسان يمكن له ديما عنده بيته فين يرتاح فين يجي هو مراته فهمتي كتقول مزيان تكون ان ميزون دو فامي كيجيو الوالدين يسكنوا معايا الحمد لله دونك كاينين مي كاين اللي كبر بالوحدانيه والانانيه وراسي يا راسي وانا ديال حساباتي وما بغيت صداع مع حد وفينالمون كيعيش بوحده وكنرجعوا نوليو مجتمع يشبه المجتمعات الاخرى مع الاسف اللي حنا كنحماق ونقلدوهم في كل ما هو سيء قولي يا شي حاجه يلا شي كلمه اخيره على العيد باش كنختموا وي بما اننا غنختموا في العيد اولا من الحوايج اللي الحمد لله خص الانسان يحافظ عليها هو ما نخرجوش على المغزى والمعنى ديال العيد في الحياه ديالنا واننا نعتبروه هو قربان الله لاننا نشكروه على كل حاجه طرات في حياتنا والرضا كيخلي الانسان يعيش مزيان ويعيش في ستر الله لانه الا كان عندك غير الستر الا كنت غير مستور
راه نعمه من عند الله، راه شحال واحد ما عاد شنو عنده ولكن مفضوح حياته ما هي حياته. وهذا الشيء راه كنعطيه لك ديما لانه كنأكد عليه، حيت هاد لا جينيراسيون كتامن بزاف د الحوايج من الماده وهي محقهم، مي با كو سا دون لا في. دونك اننا نحاولوا نتواصلوا وصوتوا هاد العيد الجاي، واننا نتواصلوا مع العائلات ديالنا، نتواصلوا بالتليفون ونساعدوا المقربين ثم المقربين ونسامحوا وصورتوا نسامحوا. تكون مناسبة والله يرضي عليك اللي قلتيها، ان لا طرات شي حاجه بيناتنا قبل، تجي المناسبه باش اننا نسامحوا ونقولوا الله يسامح. واحد شحال مره ما كيبغيش كاع كيبقى يقول انا عندي الكرامه ديالي، ما نطلبش كاع السماحه، ما نقولش كاع هذا كذا، ولكن راه هاد العيد هذا دار لهاد الحوايج هادو، ما نكونش شويه كنتنازلوا ونعش الشيطان. ودابا الا عندك شي واحد هذا بعيد عليك شي شويه شحال هادي ما دخلتش معاه كونتاكت ديال لقيتها باش تعيط له تسول فيه، صحيح. ولا كانوا الناس كتعرف لما كيكونوا جوج مخاصمين خيرهما شكون هو؟ البادئ بالسلام. الله سبحانه وتعالى كيفرح بهم، حيت فينالمون شوف دابا واش كتظن انني انا يرضيني اننا انت وخوك تدبزوا دابا انتم معايا ولادي، بينما احنا عباد الله، احنا خلقنا الله سبحانه وتعالى ويحبنا وكيفضلنا على بزاف وكرمنا، كرم بني ادم وبغاه يكون مزيان يكون متصالح. لذلك في اشد العقوبات كتكون لما كتكون درتيها مع بنادم، لانه لما كدير اغلاط كتعصى الله بزاف ديال الامور، ولكن بينك وبين الله قادر انه يتجاوز هذا. ولياك الانسان كيقول مشيت للحج يا ربي تقبل مني ودرت بزاف حوايج وما تصليت ودرت، ولكن الا كان بينك وبين بنادم، مش كيقولوا لك الفقهاء والعلماء اللي عرفت انا كيقول قبل ما تسافر سير تسامح مع الناس. ما يمكنش انت دير الزبايل مع عباد الله، انت كتسال الناس كيتسالوك وكيقول لك انا نمشي للحج، كيتسالوك وانت مدابز مع هذا ومع هذا وتمشي انت للحج. لا، انا من نهار اللي عرفت انه انا ما عمري ننسى وانا صغير جا عمي يتسامح مع با حيت غادي يمشي للحج، كنقول له كيفاش يتسامح معك واش دبز معك ولا لا، قال لك لا ولديك الناس كيخصهم يمشيو يتسامحوا ويتوادعوا، فيها حتى الوداع وفيها المسامحه، باش ملي كتمشي مع الله وكتبكي عليه كيغفر لك. هنا كتضمن وبغى نقول واحد الحاجه، الله يتقبل منا جميعا، الله يتقبل منا. ما نعرفش كاع واش تبغي تشارك هذه القضيه دي ولا لا، ولكن حتى ملي كنتي غادي للحج انت والوالده ديالي كنتي طلب شي من الناس السماحه حتى هي. هذه بوغ توا زعما راجل مراته زعما راه كيدوزو زعما الزوينه والخايبه، ولكن علاش انت يطلب شي منها هذيك السماحه خصوصا قبل الحج؟ ما عمري فكرت انا قال شي نهار تطرح لي هذا السؤال، ولكن بما انه جا وي بوكو با. شوف انا لما كنقولوا يتسامح مع الانسان راه اولهم هو هذاك هذيك المراه اللي دوزات معك هذاك الشيء ديالك، واش هل انا ملك؟ انا لست ملك. واش ما غلطش؟ ما يمكنش ما نكونش غلطش. واش ما قجرتش؟ ما يمكنش ما نكونش ما قجرتش. واش ما حملاتش هذوك الاولاد فكر شعور ربما في واحد اللحظه كانت بغاتني وكنت انا خدام شي بلاصه وكنت بعيد كاينه. واش ما قصيتش عليها بزاف ديال الحوايج شحال مره؟ واش ما غلطتش وجرحت عن قصد ولا غير عن غير قصد؟ واش ما ظلمتش وربما شي حاجه بقات فيها وما عمرها قالت عليا وتبقى فيها قدام الله؟ لذلك كان عندي الاصرار قبل ما نمشي مستعرا راسها ترجليها ماشي عيب، لانه الانسان خصو بغينا نمشيو بجوج للخير، درنا هاد الاسره كاملين وبغينا نديروا هاد الوليدات كاملين، ولكن واش انا كامل؟ انا ماشي كامل. وقبل ما نطلب ربي يسمح لي كنطلب العديد من الناس اللي دارها ربي بين يدي، اللي باها مات في واحد الوقت الله يرحمه، واللي بعدت من هاد الناس كلهم وكانت في الحضن ديالي. دونك اكيد اننا غنطلب المسامحه، هي تاي طلبت المسامحه، مي انا مسامح دنيا واخره. ولكن هذا غير باش نقولوا انه ماشي حيت مراتي راه صافي هذيك راه مولات الدار وراه كتعرف كل شيء، لا، الانسان يتسامح مع مراته في اي مومون، ماشي حيت غادي للحج، منين غير يكونوا في لحظه صفاء وهناء يمكن لهم. راه كتغير بزاف، شتي كلمه سمحي لي يا ولدي، وكنقولها لك لانه غادي تعيشها وغادي تقول كنت عايش ولا ميت، غتقول الله يرحمك ابا، والله تطفئ بحال اللي كتكون هذيك الشراره ديال العافيه وكتديرها في الماء وكتدير وكتبين كم انت عظيم.
كم أنت كبير، كم أنت نبيل، كم أنت صافي ومعترف. لأنه قد ما الإنسان اعترف بالضعف دياله كيكون قوي، لأنه على الأقل عرف باللي راه ما كيعرف والو، على الأقل عرف باللي راه ما هو والو، هو لا شيء. مهما يقول راه ملي كتجي غينا موسى وتنفخ لك العين ولا الحنك ولا هذا راه كتبقى هكذا، راه غير حلا كتعضك راه مصيب. عجبني بزاف هذا الحوار هذا، بحال هادشي كامل كيرجع للأنانية اللي هي ولينا دابا كنعيشوا فيها، ولا الإنسان بلوس نارسيسيست كيفكر في راسو يتو، مزيان الواحد يتنازل و يبدا هذا يتهلا في المقربين من الاولين هذيك الساعه باش يتهلا في راسو ويتهلا في المجتمع ديالو. شوف ولدي، هادشي اللي كنديرو كله اللي هضرتي عليه راه لا يعني انني ما كنبغيش نفسي، كنبغي نفسي تيلمون كبغيت تبقى صافيه، حيت غنعيش هي مزيان، حيت غادي نعيش حياه وحده. انت كتبغي تنعس مرتاح، كتبغي كنحط راسي على المخده. اذا كنت واحد ظلمني ولا قال فيا ولا جرحني ولا كتب شي حاجه قاسيه اللي ما اللي الله يسامح لي، كنحط كنقول الله يسامح لي، حيت تهنيت خديتها وكنت صغير، كان عندي لاج ديال 17 عام، وكنت تناقشت مع واحد الولد في واحد الحومه ما بين مدارس محمد الخامس وما بين العكال، ودابزنا انا وياه دابزنا، وليت قررت انني ما نبقاش كاع ندوز مع ديك الحومه، ما بغيتش باقي نشوف ولا ولا صحابه، وليت كندوز على لوسيون، وليت كنضرب بمعنى المسافه من هنا من هنا كندير هكذا باش كنهبط. واحد النهار ونقول اجي يا راسي اش كندير، علاش انا كنضرب هاد العذاب كله، علاش انا معذب وكنزيد عليا المسافه، علاش باش مابغيتش كتنازل، حيت ما بغيتش. وانا واحد النهار بقيت غادي نهار الاول ما شفتوش الثاني شي سيمانه، وعاد وانا غنشوفو باقي عاقل عليه، كلبس واحد التيشيرت بيض فيه شي زواق بحال الوردات، وانا نمشي عنده وتفاجئ مني شاف ما عرفش شنو وقع. قلت له واخا نهضر معاك، جا عندي قلت له بغيتك تسمح لي على هذاك الغلط اللي طرا بينه وبين تعانقنا، ولينا احباب وصحابه وهذاك الشيء، ما عاودناش هضرنا على هذا الشيء. شتي لما صفيت هذا الامر وليت كندوز من الطريق الاقرب، الطريق هي الخط المستقيم في الحياه كامله. الا تنازلت يا خويا ما كنت انا والله من والله يا بابا ما ندير ليه والله، لا هذا راه ايه نسمعك تبارك الله عليك، مين انت اللي غلط؟ كنتي بالطوموبيل غتزيد ليسانس، كنتي بالطوموبيس غتزيد جوج نمرات وحدين اخرين، كنتي بالطريق غدير مسافه طويله، وانت ما عمرك غتكون مرتاح. تنازل والله يسامح. مبروك العيد. مبروك العيد.